نبقى مع مشاركات ذوي الإعاقة وتزامنا مع اليوم العالمي للتطوع، حيث أطلقت مجموعة عمل الإمارات للبيئة فعاليات الدورة 20 من حملة نظف الإمارات المقامة في منطقة مليحة بالشارقة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وطلبة المدارس. مع تحسن الطقس يلجأ العديد لاستغلال هذه الأجواء بالتنزه أو الجلوس في المناطق البرية، ولكن قد يصاحب ذلك إهمال من قبلهم يؤدي لانتشار المخلفات. وعليه أطلقت مجموعة عمل الإمارات للبيئة حملتها السنوية نظف الإمارات، وذلك في منطقة مليحة بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والعديد من الجهات المحلية، فيما تهدف للحفاظ على نظافة البيئة والحياة الفطرية. المناطق الجميلة طبعاً هذه أحد الأهدافنا، نحن نسلط الضوء على البيئة الطبيعية اللي موجودة عندنا، على جمال البيئة الطبيعية، على تميز وتفرد كل إمارة ببيئتها الخاصة، وهذا يساعد المجتمع أن يعرف المكان ويبني الولاء والانتماء لهذه الأرض. توعية للجمهور، للناس اللي تحضر الرحلات، مثل ما تعرفون فترات الشتاء الناس اللي مكان الرملة هذه والمنطقة الجميلة يكون هاي حملة توعوية للناس بس إن شاء الله. الحملة في مضمونها تهدف لتثقيف المجتمع حول مخاطر النفايات على البيئة الصحراوية، إلى جانب تركيزها على الجانب الاجتماعي المتمثل بإشراك الجهات الحكومية والأفراد وطلبة المدارس في حملتها. تتبع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية سياسة دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في المجتمع وإشراكهم في الأنشطة والفعاليات المجتمعية، وهذا بالطبع يعود بالمنفعة للطالب بتقوية شخصيته، زيادة التفاعل الاجتماعي، زيادة التواصل مع المجتمع. ومع نهاية الحملة تمكن أكثر من 1200 متطوع من جمع ما يزيد على طن من النفايات، منها قابلة لإعادة التدوير، فيما تستمر حتى منتصف الشهر الجاري مروراً بالعديد من إمارات الدولة مع التركيز على المناطق البرية. تثقيف المجتمع ونشر الوعي حول بيئة أفضل يأتي بشكل فعال بمشاركة كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع. لأخبار الدار هدى السالم من منطقة مليحة.